الزميل علي الزهراني. دوري زين وختام الجولة 19 ولعبة الكراسي تستمر. ابتعاد في الصدارة، تعادل عطل الشباب، وفوز للهلال يبعث الاطمئنان في قلوب أنصاره. والكراسي المتبقية تختلف أوضاعها حسب النتائج. بانقضاء الجولة 19 من صراع فرق دوري زين نحو المنافسة على اللقب، يبرز سفير الأحساء في أعلى الهرم متربعا على عرش الصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الهلالي الذي قطف 42 نقطة، ويطاردهما الليث الشبابي بنقاطه 39. معركة ثلاثية حامية للظفر باللقب. وبنظرة على قاع الترتيب، لا يزال فرسان مكة متذيلون لسلم الدوري، ويبدو أنهم على شفا الهبوط إلا إن حدثت معجزة تبقي على آمال الفريق الوحداوي في صراعه من أجل البقاء. وبرصيد 15 نقطة تتنافس 3 فرق للابتعاد عن ذيل الترتيب، فعنابس دير بمستوياته المتذبذبة، وأبناء هجر بخسائرهم 9، وسكر القصيم بمركزه 11 ليسوا بمأمن أبدا من خطر الهبوط. وفي عودة سريعة لفرق المقدمة، يحتدم الصراع بين 3 فرق أيضا لضمان الدخول في المراكز 4 الأولى التي ستضمن للفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا. الكتيبة الصفراء وبفارق 1 نقطة عن مطاردها الأهلاوي صاحب المركز 5، والذي يتقدم هو الآخر على النواخذة بنقطتين فقط. تنافس شرس سيغير الكثير من ملامح فرق المقدمة، وسيزيد من معدل الإثارة في دوري زين. العميد الاتحادي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بنقاطه 27 ومركزه 7، يبدو أن المونديالي بحاجة لمراجعة حساباته إذا ما أراد المنافسة للدخول ضمن 4 الأوائل. مناطق الدفء ينعم بها الفريق النجراني 21 نقطة، ويجاوره الرائد صاحب المركز 9 20 نقطة، وتقترب منهم شعلة الخرج التي قد تنطفئ في حال تعثرها، حيث لا يفصلها عن فرق المؤخرة سوى 3 نقاط. فرق في أحوال سارة، وأخرى تنتظرها أهوال صدمات قد تغيبها عن أنظار المتابعين في دوري زين. 7 جولات قادمة سننتظر وننظر خلالها من سيسعد جماهيره، ومن ستعلق له المشانق، ومن سيستمر في دور الأضواء، ومن سترمي به النتائج في غياهب دور المظاليم. بدر الفايز، كورة. عبد الله، الأمور مختلفة في الدوري، حتى اللي في مناطق الدفء اللي ذكروا في قراءة الزملاء، يعني مثلا قريبين من اللي هم ب15 نقطة، الفيصلي والتعاون، وأيضا قريبين من الشعلة ب18 نقطة، ثم قريبين من الرائد ونجران اللي ب21 و20 نقطة، يعني في تقارب، التقارب مخيف حتى في المقاعد المتأخرة. طبعا راح نتكلم يمكن في 3 جزئيات في على سلم ترتيب الدوري. يمكن المقاعد 4 الأولى أو 5 يعني قد تكون تبينت رؤيتها إلى حد كبير، ونتكلم عن الهابط اللي ممكن تأكد هبوطه اللي هو نادي الوحدة. هذه الأشياء أصبحت بينة للمتابع للدوري السعودي،
منطقة الوسط السنة هذه تحس أنها أكثر اتساع من أي دوري، يعني تلاحظ أنه يعني ممكن أنه يغطيها أكثر من فريق، زي ما قلت أنه في ناس يملكون يعني جزء من النقاط ويعتبرون أو اكتسبوا جزء من نقاط الدوري الدور الأول وجزء من الدور الثاني، ويقال عنهم أنهم في منطقة دافئة. ولكن إذا ما نظرت أن هزيمتين أو فوزين لأي فريق آخر ممكن يغير الترتيب اللي هو منطقة الوسط الواسعة اللي شاهدناها في هذه أو في هذا الدوري بالتحديد. كرة القدم ليس لها أمان، لا تؤمن إلا باللحظات الأخيرة، ولكن أتوقع يعني الجولتين الجايتين نتائجها راح يعني توضح رؤية أكبر، خصوصا في مراكز المتقدمة وفي مراكز المتأخرة. أتوقع أنه بالنتائج إذا ما اتجهت يعني وخدمت أناس معينين أو أندية معينة، فراح تتضح الرؤية تماما، لأنه حتى الأشخاص أو الأندية اللي فقدت يعني بتفقد حظوظها في الأربعة الأوائل راح حتى تتغير طريقة لعبها، ممكن حتى أندية المؤخرة ممكن تكسب منها نقاط. فأتوقع أنه بعد الجولتين بالكثير أو الثلاث الجاية راح هي الثلاث بعدها توقف، يعني بتصير بعدها خلاص فترة أيضا توقف. صحيح، أنا أتوقع أنها بتكون يعني أكتملت الصورة إلى حد كبير، وبتختلف يعني الطموح وفوق. يا عبد الله في الصدارة كيف تراها أيضا؟ من والله أنا أقول لك يعني أنا لازلت أقول لك أنه الأربعة إلى الخمسة اللي قدام الحظوظ لا زالت في يديهم كثير. احنا حتى لو إذا ما أخذنا الفتح أنه متصدر، ترى خسارة الفتح لمباراة واحدة يجعل الفرق نقطة واحدة عن اللي بعده، يعني اللي ما هناك. نعم، يعني الحين الفرق أربع نقاط، لو خسر الفتح واستمر الهلال في الكسب أو حتى الشباب في اللحاق راح تتغير الرؤية، يعني كلها مباراة بالكثير ويصبح الفارق نقطة، تعادل آخر يصبح الجميع متساوي. هل الجميل للفتح عبد الله أنه المباراة القادمة بين من ينافسه على اللقب ويلحق به الهلال والشباب؟ قلت لك قد يكون مستفيد، قد يكون مستفيد إلى بنتائج معينة. بنتائج معينة، ولكن يمكن التعادل أفضلها بالنسبة للفتح. يعني حتى اللي يعجبني في الفتح خطابهم الإعلامي وخطابهم مدربهم واقعي، ولا واحد منهم جزم أنه أنا ممكن أكون الأول في هذه المرحلة. كل طموحاتهم لا زالت تتمحور فوق أننا نبغى يعني أو داخل أننا نبغى نشارك في آسيا، وهذا فعلا عين العقل، لأنهم أكيد حاسبينها حسابيا أنه حتى اللي في المركز الرابع ممكن اللحاق بهم تحت ظروف أي نتائج. جميل أخي علي، خلينا أسألك أنا أيضا في جانب القراءة في الدوري بشكل كامل، ولكن في جانب آخر الموسم الماضي كان فيه عمل جبار لكثير من المدربين. لاحظنا تأثير برودوم في العام الماضي، فتح الجبال، الكثير من المدربين. كنيدة في بداية حضوره للاتحاد كان له بعض التغيير، خصوصا أن الاتحاد ما كان بتلك العافية، يرو ليم مع الأهلي. السنة هذه يمكن ما شفنا عمل مدربين بشكل واضح وبشكل كبير في الفرق إذا أبعدنا عن هذه النظرية نادي الفتح. بين موسمين يا محمد، أنا أعتقد يمكن حتى في حلقة سابقة مع زميل تركي هنا في برنامج كرة تحدثت عن أن دوري هذا الموسم هو يعد الدوري الأضعف، ليس تقليلا أو انتقاصا من النتائج والمستويات التي ظهر فيها الفتح، ولكن قيست هذه النظرية أو هذا الرأي من خلال المستويات والنتائج التي أفرزتها مباريات الفرق ذات يعني الصيت والجماهيرية والإعلام والقوة، اللي هي الأهلي، الشباب، الاتحاد، الهلال. يعني هذه الفرق استمرت في فترة من الفترات في بمستويات متذبذبة نوعا ما، وبالتالي يعني افتقد الدوري للوهج المتعارف عليه. انا اتفق معك تماما ان الموسم الماضي كان هناك نوع من الاثاره، نوع من القوه، نوع من يعني القوه الفنيه لمعظم الفرق، خصوصا انه اللقب لم يحسم الا في المباراه الاخيره التي جمعت الاهلي بالشباب. فانا اعتقد انه هذا الموسم كانت هناك متغيرات طرات على اوراق الفرق ذات يعني الكبيره، وبالتالي ساعدت الفتح لاستغلال هذه الفجوه وانطلق، وهذا بالتأكيد لا يقلل لا من قريب ولا من بعيد على
حجم العمل المقدم من الإدارة الفتحوية وأيضا من الجهاز الفني الذي أثبت جدارته وتميزه فتح الجبال. بصراحة كان هناك عمل منظم، استقرار فني عالي، وأيضا أفرز يعني انعكست بنتائج يعني ساعدت الفتح على التربع على هرم الدوري. هذا الموسم المختلف اللي يمكن نتوقف عنده أنه هناك أكثر من بطولة في بطولة الدوري، هناك فرق تبحث على لقب الدوري، وهناك فرق تبحث عن البطولة الآسيوية، وهناك فرق تبحث عن بلوغ دوري كأس الأبطال، وهناك أيضا فرق أخرى تبحث عن بطولة البقاء ضمن دوري الأقوياء والابتعاد عن شبح الهبوط. فبالتالي دائما محمد تعودنا واعتدنا على أن الدوري السعودي دوري زين للمحترفين، دوري قوي. حينما تحدثنا في سنوات مضت على أنه الدوري العربي الأقوى، هذه حقيقة دامغة أثبتتها معطيات الميدان، يعني المباريات سابقة أو خليني أقول مواسم سابقة لا يحسم اللقب ولا تتحدد هوية الهابطين والفرق التي تبقى إلا في الرمق الأخير من الدوري. هذا الموسم أيضا هو يسير على غرار سابقه، يعني لم نعرف حتى هذه اللحظة إذا ما استثنينا الفريق الوحداوي، هناك ثلاثة فرق، الفيصلي وهجرة والتعاون أيضا مهددة بالهبوط، هناك أيضا فرق لا تعلم هل هي قادرة على بلوغ البطولة الآسيوية، هناك منافسة بين النصر والأهلي والاتفاق، هناك أيضا فريق الاتحاد ربما يستغل السبع الجولات القادمة صحيح. لتحسين الوضع والدخول أيضا في السباق للمقدمة. الشباب والهلال أيضا لديهم فرصة لاستغلال أي هفوة أو عثرة قد تحدث للفريق الفتحاوي. فأنا أعتقد أنه هذه السمات والمميزات التي يمتاز بها الدوري السعودي هي من أوجدت هذه الإثارة الجماهيرية والإعلامية، وبالتالي لا يزال الدوري السعودي برغم اتفاقنا وتوافقنا على أنه دوري ضعيف هذا الموسم إلا أنه لا يزال هو الدوري الأكثر إثارة على الصعيد الإقليمي والصعيد القاري.